بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 78 بعد 102. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من محافظة مطروح في جمهورية مصر العربية وبتوقيع أحد الإخوة المستمعين. يقول زايل يسأل ويقول: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أسبغ الوضوء، ويل للأعقاب من النار. ويسأل فضيلتكم شيخ صالح شرح هذا الحديث الشريف وما هي الأعقاب بالذات، جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين، وبعد، فأصل هذا الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن قوله أسبغ الوضوء هذا ليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما هو إدراج من كلام الراوي، والذي من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم قوله ويل للأعقاب من النار. وسبب ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أناسا أعقابهم تلوح، يعني لم يصبها الماء، فقال صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار. والأعقاب جمع عقب، وهو مؤخر الرجل، وذلك لأن المتوضي في الغالب يغفل عن مؤخر رجله وباطن قدمه، ويظن أن الماء ماء الوضوء يصل إليها، وقد لا يصل إليها إلا بتعهد ومتابعة من المتوضي. فلذلك حث النبي صلى الله عليه وسلم على التأكد من إيصال الماء إلى هذه المواطن، بواطن الأقدام وأعقاب الأرجل. والأمر بإسباغ الوضوء وارد في أحاديث غير هذا الحديث، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فليسبغ الوضوء كما أمره الله. وإسباغ الوضوء معناه إتمامه وإكماله، بحيث لا يبقى شيء من الأعضاء المأمور بغسلها إلا وقد وصل إليه الماء وتبلغ بالماء. فإن بقي شيء من العضو لم يصل إليه الماء وإن قل، فإن الوضوء لا يتم ولا يصح. قد رأى صلى الله عليه وسلم رجلا في قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فقال صلى الله عليه وسلم: ارجع فأحسن وضوءك. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم في معرض إجابتكم شيخ صالح، جزاكم الله خيرا. تعرضتم إلى كلمة ربما يتساءل عنها هذا المستمع أو غيره، وهي كلمة الإدراج في الحديث. ما معنى الإدراج وكيف يكون، جزاكم الله خيرا؟ الإدراج في الحديث هو ما كان من كلام الراوي تفسيرا للحديث أو لكلمة في الحديث، وأما المرفوع فهو ما كان من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو المدرج، هو ما كان من كلام الراوي تفسيرا للحديث أو شرح لكلمة في الحديث، ثم تروى مع الحديث، ويظن بعض الناس أنها من الحديث وهي من كلام الراوي، ولا يفطن لذلك إلا الحفاظ وعلماء الحديث. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذن هناك سبيل لمعرفة المدرج من غير المدرج في ألفاظ الحديث الشريف؟ لا شك أن هذا موجود في مصطلح الحديث وفي علوم الحديث، والعلماء قد اعتنوا به وبينوه ووضحوه بالأمثلة. نعم. جزاكم الله خيرا. إذن المستمع العادي ما عليه إلا أن يسأل، وحينئذ يجد الجواب إن شاء الله. نعم.
نعم يسأل أهل العلم، قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا ننتقل إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من السودان وباعثها المستمع عصام أحمد. الأخ عصام له أكثر من قضية، قضيته الأولى التي يسأل عنها يقول فيها: هل تجوز كتابة شيء من القرآن وغسله في إناء وشربه للتداوي به؟ لا بأس بذلك، يجوز كتابة القرآن على شيء طاهر كالأواني ثم يغسل بالماء الطاهر وتشرب غسالته من أجل التداوي به، لأن كلام الله شفاء ويكون هذا داخلا في الرقية، وقد أثر هذا عن السلف الصالح وهو عمل جائز لا محذور فيه والحمد لله، لكن بشرط أن يتولى الكتابة من هو معروف العقيدة ومن لا يكتب إلا القرآن أو الأدعية المشروعة لئلا يدخل في ذلك شيء من التلاعب. نعم. جزاكم الله خيرا. هل تشترطون شروط أخرى كأن تكون الكتابة واضحة مقروءة؟ لأن بعض الناس يخط خطوطا في أي ورقة، المهم أنه يكتبها بأي لون، غير مفهوم ما كتب، هل لكم من تعليق على هذا الشيخ صالح؟ نعم، من شروط الرقية الشرعية أن تكون بحروف مقروءة. طيب. حروف بألفاظ عربية. نعم. وبحروف مقروءة، وأن يعتقد أن الشفاء من الله جل وعلا، وأن هذه الرقية إنما هي سبب من الأسباب. فإذا توافرت هذه الشروط أن يكون المكتوب من القرآن ومن الأدعية المشروعة، وأن يكون بخط واضح، وأن يكون الكاتب حسن العقيدة، وأن يعتقد كل من الراقي والمرقي أن الشفاء من الله جل وعلا وإنما هذا سبب من الأسباب، فهذه هي الرقية الشرعية الجائزة. وما تفضلتم به من أن بعض الناس يخط خطوطا أو بعض الناس يغط الورقة في زعفران وتصبح كلها ملطخة بالزعفران ويقول هذا زعفران مقروء فيه أو هذه الخطوط من زعفران مقروء فيه، فهذا تحيل على الناس، وهذا لا يعجز عنه أحد. كل إنسان يعمل زعفران في الماء ثم يغط هذه الأوراق أو يخطط عليها بالعود ثم يبيع على الناس هذه الأشياء، وهي من التلاعب ومن أكل أموال الناس بالباطل. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أخذت الرقية في هذا الزمان مأخذا تجاريا شيخ صالح، فبعض الناس يقرأ على 25 لتر من الماء ثم يأخذ في بيعها، أو على قوارير مملوءة بالماء ويأخذ في بيعها بأضعاف مضاعفة، بل ووصل الحال بهم إلى أن قالوا إنهم يقرؤون على خزانات المياه وصهاريج الماء ويبيعونها بيعا. هل من تعليق شيخ صالح؟ جزاكم الله خيرا. نعم، هذا شيء حصل، والدافع له الطمع في أكل أموال الناس بالباطل، فإن كثيرا من هؤلاء الطامعين يتلاعبون هذا التلاعب، يصف الجماعة الكثيرة من الناس وينفث عليهم جميعا، أو يقرأ بالمكبر الصوت على جماعات كثيرة من الناس، أو يقرأ في التلفون وبينه وبين المقروء عليه مسافات بعيدة، هو في بلد والمقروء عليه في بلد آخر، كل هذا من التلاعب ومن أكل أموال الناس بالباطل. والغالب أنه لا يعمل هذه الأعمال من يخاف الله عز وجل ويخشى من عقابه. بعضهم يقرأ كما تفضلتم في خزان الماء الذي يسع ماء كثيرا، أو في واية الماء سيارات مسمات بالصهاريج، ويقول هذا مقروء فيه ويوزع على الناس بالجوالين. وبعضهم يقرأ في قوارير ويقول هذه قراءة مركزة سعرها كذا وكذا، وهذه قراءة غير مركزة سعرها أقل، وما أشبه ذلك من التلاعب بعقول الناس. فالواجب على ولاة الأمور حفظهم الله وعلى أهل العلم الحد من هذه الظواهر السيئة وهذا التلاعب وأكل أموال الناس بالباطل، وربما تغيير عقائد الناس، لأنه يكون ويندس بين هؤلاء من المشعوذين والمخرفين ما لا يحصى. وقد حصل ولله الحمد الآن تنبه لهذا الأمر ومتابعة، ومنع كثير منهم، والعمل
قبل جار ولله الحمد على متابعتهم والأخذ على أيديهم، لكننا ننصح المسلمين والمرضى خصوصا، ننصحهم بأن يحذروا من هؤلاء، بل بلغ الأمر بهم إلى التلاعب بأعراض النساء والخلوة بهن ولمس أجسادهن، وقد يصل الأمر إلى الوقوع في الفاحشة، وهذا شيء متوقع لقلة الدين في غالب هؤلاء وللفتنة التي في النساء وحضور الشيطان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما خلا رجل بامرأة إلا كانت الشيطان ثالثهما. ومس المرأة باليد وسيلة قريبة للفتنة، ولهذا نهى الشارع عن وسائل الفتنة، والنبي صلى الله عليه وسلم ما مست يده يد امرأة لا تحل له قط، وإنما كان يبايع النساء بالكلام ولا يبايعون بالمصافحة. إذا كانت المصافحة في البيعة على الإسلام لا تجوز، فكيف بمس النساء الأجنبيات وإدخال اليد من داخل جيوبهن ومس أجسادهن مباشرة؟ لا شك أن هذا مدعاة إلى الفتنة والوقوع في الفاحشة، وهذا مما يزيد المرض مرضا ويزيد الوهم وهما. الواجب تجنب هذه الأعمال القبيحة ووسائل الفتنة، وأن لا يسمح بالرقية إلا لمن هو معروف في عقيدته وفي دينه ومنضبط أيضا في عمله. وإذا عرف عن إنسان أنه يتلاعب هذا التلاعب، فالواجب الأخذ على يده وردعه وأمثاله عن مثل هذه الأمور. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تعرضتم شيخ صالح للعقيدة، وكثير من الناس يغفل عن أن مثل هذه التصرفات تقل بالعقيدة. هل من توجيه أكثر شيخ صالح يحفظكم الله؟ نعم، العلماء اشترطوا في الرقية الشرعية السلامة من الألفاظ الشركية، أن تكتب أسماء أعجمية أو فيها استغاثة بغير الله، استغاثة بشياطين الجن والإنس، فإن هذا شرك أكبر. وهذه الرقى وهذه التعاويذ التي تكتب وتعلق عثر فيها على الكثير من الخرافات ومن الشركيات، لأنها كتبت من أناس ليسوا على عقيدة سليمة. وكما ذكرنا أنهم بين أمرين: إما مضللون يريدون إفساد عقائد الناس بهذه الوسيلة وفتح باب الشرك عليهم، وإما أنهم طماعون يريدون أخذ المال بالباطل، فيريدون من هذا استنزاف أموال الناس وأخذ أموال الناس بغير حق. الرقية أصلها مشروع إذا توافرت شروطها، لكن التلاعب وأن يدخلها شيء من الخرافات ومن الشركيات فهذا أمر ممنوع، وهذه لا تسمى رقية شرعية، وإنما تسمى رقية شيطانية شركية، يجب منعها والحذر منها. والواجب على من أصيب بمرض أن يتعالج بما أباح الله سبحانه وتعالى من الرقية المشروعة ومن التداوي بالأدوية المباحة، والذهاب إلى الأطباء الذين يعالجون الناس بالعلاج المباح، وأن يتجنب هؤلاء الخرافيين الذين ما على أحدهم إلا أن يفتح بابه ويعلق عليه دعاية: المعالج فلان ابن فلان، ويضع هناك مغريات ودعايات عند المدخل، ويتخذ كتابا وحجابا ينظمون الناس في الدخول عليه، فإذا رأى الناس تجمهر الناس عليه والدهمة متوجهة إليه ظنوا أنه يعالج وأن علاجه ينفع، فتسابقوا إليه، وهي إنما هي دعايات خبيثة. والواجب التثبت في هذه الأمور، والشفاء بيد الله عز وجل، وعلى الإنسان أن يدعو الله بنفسه، وأن يقرأ القرآن بنفسه، وأن يأتي بالأذكار والأوراد بنفسه، وأن يستغني عن الناس مهما أمكنه ذلك. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. السؤال الأخير الذي نطرحه في إطار هذا الموضوع شيخ صالح: دور وسائل الإعلام وبالذات الصحافة حول هذا الموضوع، جزاكم الله خيرا. لا شك أن التنبيه على هذا الأمر الخطير أنه أمر واجب لكل الوسائل، في خطب الجمع وفي الدروس والمحاضرات وفي المساجد، ووسائل الإعلام عليها دور كبير لأنها تصل إلى الناس في بيوتهم وفي أماكنهم.
بهم. فدور الإعلام دور مهم جدا في هذا الأمر وفي غيره مما ينفع الناس. فوسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمنظورة لها دور كبير في القيام ببيان ما يصلح عقائد الناس وتحذير الناس من هذه الفتن وهذه الشرور ومن هؤلاء الدجالين والمشعوذين والمحتالين. لا شك أن على وسائل الإعلام دورا كبيرا وواجبا عظيما، لأنها وسائل إعلام إسلامية وفي بلاد الإسلام، وهي إنما أنشئت لمصلحة المسلمين وتنبيه المسلمين على كل ما فيه نفعهم وتحذيرهم من كل ما فيه مضرة عليهم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. قضية أخرى يثيرها هنا عصام أحمد من السودان فيسأل ويقول: هل تجوز إقامة جماعة بعد جماعة في المسجد الواحد؟ جزاكم الله خيرا. الواجب على المسلمين أن يصلوا جماعة واحدة وأن يبادروا إلى الصلاة في المسجد مع الجماعة، لأن اجتماع المسلمين خلف إمام واحد له فضل عظيم وجمع للكلمة، وكل ما كان أكثر فهو أحب إلى الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول صلى الله عليه وسلم: وعليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة. وهذا يشمل الجماعة في الصلاة ويشمل الجماعة في طاعة ولاة أمور المسلمين واجتماع الكلمة واجتماع الأمة على منهج سليم. أما إقامة جماعة ثانية فهذا لا يجوز إلا لمن فاتتهم صلاة الجماعة مع الإمام. فإذا جاء أناس وقد فاتتهم صلاة الجماعة مع الإمام فإنهم يصلون جماعة ولا بأس بذلك. أما أن يقصدوا هذا الشيء وأن يتأخروا من أجل أن يصلوا جماعة أخرى فهذا أمر لا يجوز وانقسام ممنوع، ولا يجوز الانقسام بين المسلمين لا في الصلاة ولا في غيرها من أمور الدين ومن أمور الدنيا. مهما أمكنهم اجتماع الكلمة والاجتماع على العبادة فإن هذا أمر مطلوب. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. القضية الأخيرة لهذا المستمع يقول: هل يعتبر سور المسجد تابعا له بحيث تنطبق فيه جميع الأحكام من تحية المسجد وصلاة الجماعة؟ جزاكم الله خيرا. نعم، كل ما يحيط سور المسجد فإنه يعتبر من المسجد، ما كان داخل سور المسجد فإنه يعتبر من المسجد في الأحكام، سواء كان مسقوفا أو غير مسقوف. من دخله فإنه يشرع له تحية المسجد إذا أراد الجلوس، ولا يجوز أن يجلس فيه أن تجلس فيه الحائض ولا الجنب ولا يباع، لأنه وقف تابع للمسجد. وكل ما كان داخل سور المسجد فإنه يعتبر من المسجد. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع آثر عدم ذكر اسمه في رسالة هذه يسأل ويقول: إنني تاجر أحذية مستعملة وأشتري هذه الأحذية بالوزن، فما حكم هذه الطريقة في البيع؟ وهل هناك حدود معينة للربح الحلال؟ ساعدونا جزاكم الله خيرا. وسائل الربح الحلال كثيرة ولله الحمد، والأصل في المعاملات والبيع والشراء الحل إلا ما دل الدليل على منعه كالغش والخداع والربا وغير ذلك من الأمور المنهي عنها. وأما بيع الحذاء بالوزن هذا غير معروف، وإنما الحذاء تباع إما بالتفريد وإما في الجملة، هذا هو المعروف، إلا إذا كان يقصد بالوزن أن تكون الحذاء في صناديق مربوطة و يوزن هذا المجموع. فإذا جرى عرف بذلك وانضبط هذا فلا مانع، لكن هذا فيما أظن أنه غير معروف عند الناس، وإنما المعروف البيع بالتفريد أو بالجملة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة من أحد الإخوة المستمعين يقول: أنا ميم، أخ من إحدى الدول العربية، ولي عدة أسئلة أريد أن تفتوني فيها جزاكم الله ألف خير، وأريد
أرجو أن تقدموها لي في وقت مناسب. ثم يسأل ويقول: زوجتي لا تصلي أبدا، وكل ما أقول لها صلي تتناسى وتصلي مرة ومرة عندما أكون معها فقط. أفتوني في حال هذا جزاكم الله خيرا. لا إسلام ولا دين بدون الصلاة. هذه المرأة التي لا تصلي هذه كافرة، فالواجب عليك إلزامها بالصلاة، فإن تابت وحافظت على الصلاة هي زوجتك، وإن استمرت على ترك الصلاة متعمدة ولم ينفع فيها الأمر والإلزام فالواجب عليك أن تفارقها. قال الله سبحانه وتعالى: ولا تمسكوا بعصم الكوافر. قال سبحانه وتعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. فالواجب عليك إذا لم تلتزم بالصلاة ولم تتب إلى الله عز وجل واستمرت على ترك الصلاة، الواجب عليك مفارقتها لأنها كافرة وأنت مسلم. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. كثير من الرجال وكثير من النساء لا يهتمون بأمر الصلاة. هل من كلمة الشيخ صالح؟ الذين لا يهتمون بأمر الصلاة على خطر عظيم، فإن كانوا لا يرون أنها واجبة وإنما هي من العوائد ومن التقاليد الاجتماعية كما يقول بعضهم، هذا كفر بالله عز وجل. الذي ينكر وجوب الصلاة ولا يرى أنها واجبة وأنها الركن الثاني من أركان الإسلام يعتبر كافرا بالله عز وجل ولو صلى. أما إن كان تهاونهم بالصلاة من باب الكسل وهم يصلون ولكن عندهم تكاسل فهذا خطر عظيم قد يفضي بهم هذا إلى ترك الصلاة، ومن ترك الصلاة متعمدا فإنه يكون كافرا بقوله صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وجاء في الحديث الصحيح: من ترك صلاة العصر حبط عمله، أو من فاتته صلاة العصر حبط عمله. فالخطر في تهاون بالصلاة خطر عظيم على دين الإسلام، لأن الصلاة هي عمود الإسلام وهي الفارقة بين المسلم والكافر، فلا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ صالح، في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الأخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ صالح. وأنتم يا مستمعي الكرام، شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم مستمعي الكرام، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.